بالنسبة للصلاة الختامية يعني كيف التجميع يعني فاقت كل التوقعات بحضور أزيد من 140 ألف متفرج، وهذا يدل على أن مهرجان تيميزار يعني يسير من الأحسن من الحسن إلى الأحسن. ونتمنى أن يعني أن تكون الدورة السابعة يعني تتميز بما هو أجمل من هذه الدورة. ونشكر يعني كل متتبعي فقرات مهرجان تيميزار الفضة، نشكر الجسم الصحفي ووسائل الإعلام لتغطيتهم لكل حلقات هذا المهرجان وكل فقرات المهرجان. يعني نشكر رجال الأمن، نشكر القوات المساعدة والوقاية المدنية، يعني نشكركم جزيل الشكر.